قد اعلموا اننا على مصرين ان نصل اليكم ايضا כי אנחנו וכדרך אבנע עילת המחטופין אעלמו בכל הדרכים האפשריות בננה נבדו לקוסר הג'הוד וננוי אן נפעל כל מה בשטפעתנה לאלרוסול אל הבאחי המחטופין ולי עדתים לן נתחל ען אי מחטוף מחטג'ז פי קטע גזה לראות את כוחות הביטחון פועלים יחד כתף אל כתף يتحدث عن وحدة الصف والعمل المشترك لقوات الجيش والوحدات المختلفة شيلوت شيلوتال اين צל מאריך של מבצע חילוץ החטופים תיה השפעה על עמדת חמאס ביחס להצל עסקת חטופים שמונחת על השולחן תאثير هذه العملية على موقف حماس بالنسبة للاتصالات بشأن صفقة ابرام الصفقة لإعادة المختوفين خوشيم نحن مصرين يقول هجاري להחזיר הביתה את החטופים, אנחנו נעשה את זה. באחי אל-מחטופין, וסוף נעמל פאליק, ונפעל פאליק. וזה המסר הבוקר למסע. هذه هي الرسالة الموجهة. بطبع تحال لم يرد على هذا السؤال. אני רוצה לשאול אותך על כמה התנגדות ואיזה סוג של התנגדות אם בכלל הייתה اذا ما كانت هناك معارضه يسال خلال عمليه الاقتحام لمخيم نصيران شو الصيبور צריך להבין אופרציה מהסוג הזה يجب على الجمهور ان يتفهم ان مثل هذه العمليه مدوبر بو اليسوف مودين של امام هي عمليه شاقه تعتمد على جمع معلومات استخباراتيه خلال ايام واسابيع طويله של פרטים בתוך הבתים האלה هي מחבלים חמושים ששומרים על החטופים العملية ورئيس الشيخ فاتت أعطوا الأمر بالمواصلة وتنفيذ العملية ما أن توصلنا وحصلنا على المعلومات اللازمة وكنا تأكدنا من تنفيذ هذه العملية فتمكننا من تنفيذها في وسط المخيم مع وجود عناصر مسلحة كانوا يقومون بتأمين وكانوا يقومون بحراسة هذه الرهائن هؤلاء الرهائن للأسف كان هناك أحد الجنود الذي قد أصيب إصابة بالغة نتيجة لتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية وكنا نقوم بتنفيذ حتى أن هناك بعض المدنيين كانوا تعرضوا أيضا للقصف إن جميع التهديدات تعرضنا لها في الوقت الحقيقي حتى نسمح لجنودنا بالهروب ولذلك قد استخدمنا الهليكوبتر الثاني التي تأخرت نوعا ما ثم أن الهليكوبتر الثانية كانت لتحرير بقية الرهائن إن هذا الأمر تطلب معلومات دقيقة للغاية كان هذا الأمر قائما على معلومات استخباراتية دقيقة هل هناك أي رهائن قد تعرضوا للإصابات أو القتل؟ لا أتمنى ولا أرغب في معالجة وأتعامل مع بقية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن الآخرين نحن بحاجة إلى إدامة سرية المعلومات الاستخباراتية وسوف نعمل في أي عمل وتنفيذ أي عملية وعلى الجمهور أن يعرف أن أي عملية عسكرية تتطلب تنفيذ مختلف يختلف عن الآخر قد فهذه العملية ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ العمليات الأخرى بنفس الطريقة ولكن في الوقت نفسه نحن قد تحملنا مخاطر كبيرة لتنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة.